ولا صباح الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين. معاكم النهاردة فيديو جديد من قناة يوميات ايمن وهيام. الفيديو النهاردة مختلف شوية، فيديو مشتريات العيد، طبعا بمناسبة ان احنا كل سنة وانتم طيبين في ايام اعياد. احنا بنعيد الاسبوع ده والاسبوع الجاي ان شاء الله اخواتنا المسلمين كمان هيعيدوا، فطبعا كله بينزل يشتري، العالم كله بينزل يجيب لبس بقى. فاحنا فكرنا بقى نعمل ايه، حبيت ان انا اعمل اصور لكم فيديو طبعا ازاي احنا يعني الحاجات اللي احنا جايبينها بالاسعار يمكن تنال اعجابكم. حبيت اديكم فكره كده عن الاسعار. طبعا الاسعار بره نار نار يا حبيبي نار. فطبعا حبيت اقول لكم كده الاسعار شويه. طبعا انا باخد الولاد كل يوم، مش عارفه كله بيعمل زيي ولا انا مختلفه، كل شويه بناخد واحد يعني نشتري له وهكذا، لان بجد الدنيا بره زحمه زحمه بطريقه غير عاديه. دي حاجه. تاني حاجه برضو انا بطبيعتي انا في شخصيتي بقى، انا لما بروح اشتري حاجه ما بشتريش من اول محل يعني، بالنسبه لبسي، بالنسبه للولاد لما بلاقي لهم حاجه بخلص، لكن بالنسبه لي انا بقى مش عارفه، انا منفرده بحالي، اخش المحل ادور اشوف ايه الحاجه الحلوه وايه الحاجه الوحشه، وفي الاخر اطلع واسيبه عادي بعد ما اكون جلبت المحل من فوق لتحت، وبعدين اطلع واروح اشتري الف تاني، وبعدين في الاخر خالص بعد ما اكون خلصت يعني المحلات بتاعه البلد ارجع تاني اشوف احلى حاجه كده يعني. فانا بطبيعتي احب الف كتير على اللبس، فحبيت اوريكم بقى الدنيا ماشيه ازاي واللبس ماشي ازاي والدنيا بقى ايه نار نار نار. انا اوريكم بقى، نبدا بقى افرجكم على اللبس. رغيت كتير معلش، بس اول ما ابدا بقى الفيديو هنعمل ايه، نعمل ايه؟ تشجعونا باللايك، ده اول حاجه واهم حاجه، ولو مش مشتركين تشتركوا، ويلا بينا نبدا بقى اللبس. بصوا بقى اللبس بتاعنا، نبدا باصغر نونو عندنا روبن. نبدا بروبا حبيبي الصغنن. بصوا ايه رايكم، والطالون السخانة يا ناس، بصوا والطالون روبي رمادي جميل، روبي حلو قوي ده، مش هتصدقوا سعره كام يعني، سعره لقطة يعني بمية جنيه يعني، الحمد لله حاجة بمية جنيه اهو. ده بقى واو، ده زي التوينز كده، بصوا اهو، بصوا ده بيتلبس كده سخنان كده يا ناس، بصوا وعليه البودي ده جميل، بصوا واو اهو كده اهو شيك، ده 220. اسعار نار، الحتتين دول الصغنانين دول ب 220، شفتوا الاسعار مولعه بجد. ده بالنسبه للاستاذ روبن. نشوف بقى الاستاذ مين، الاستاذ هنري، نجيب الاستاذ هنري اهو، الاستاذ هنري واو، ايه رايكم ده لبس الاستاذ هنري، القميص بتاعه ده ايه رايكم، ب 150 جنيه يعني، سعر كويس مش وحش قوي يعني، الاسعار بره كمان اغلى من كده. ده سعره، كمان شفتوه الصالون بتاع الاستاذ هنا، هنا حتى الحزام بيشتريه، حزام لديمتري وحزام ليه، هما كده لازم. ده البنطلون شبه برضو بتاع روبي، شبه بتاع روبن، بس ده صغنن خالص وده كبير. ده سعره 100، ده مش عارفه 120 ولا 150 بالظبط، مش فاكره عشان ايه كنا بنلف كتير، بس هو يعني بنطلون جينز رمادي يعني عادي. لسه حاجه الاستاذ، الشوز بتاع الاستاذ هنري 180 جنيه. شفت نفس الشوز قبل العيد بحوالي شهر كده ولا حاجه، مش عارفه كانت ب 150 ولا 130 يعني، في الحدود دي. بصوا الحاجه بيزودوها طبعا في العيد، بيستغلوا ان كله بيشتري، فبيروحوا ايه مستغلوا الاسعار. نشوف حاجه الاستاذ ديمتري،
واو قميص بتاع الاستاذ ديمتري نفس السعر بتاعهن يعني الاسعار بتبقى شبه بعض ما بتختلفش وده لبس برضو ده اسود بقى ديمتري انفرد بحاله قال انا هجيب اسود عشان يختلف شويه واصر ان هو يجيب المقطع ده مش عارفه ايه الافاده يعني اللي بيحبوا يشتروه بس تحس ان هو مفيش خالص قلت له اجيب لك بطلون واقطعه لك انا ما سمعش كلامي عيني مش بتسمع الكلام يعني ادفع فلوس في في بطلون مقطع الشوز بتاعت الاستاذ هنري او الشوز بتاعت الاستاذ ديمتري مش هنري انا ولا حاجه رايكم في حدود برضو 180 برضو يعني في الحدود دي الاسعار بره حاجات كده يعني الواحد ما ينفعش هو المشكله ان الواحد مش بينفع ما يشتريش في العيد دي اكبر حاجه فطبعا بنضطر نشتري حتى لو كانت الاسعار غاليه سيبكم منهم بقى لان ماليش دعوه بالعيال خالص طبعا بنزل انا اشتري بنزل عيال ماليش دعوه بيهم اخش بقى على حاجتي انا اوريكم انا الحاجه بتاعتي يا رب تعجبكم انا مشتريه كذا حاجه بقى ليه لان الدنيا حر وايه والواحد بيحب يغير كتير فانا بحب اشتري كذا حاجه مره واحده ايه رايكم اهو شايفينه ايه رايكم على فكره بيبقى حلو في اللبس بس هو عشان ايه مش هيبان طبعا في الكاميرا الكاميرا يعني ظلمه بس هو شيكه خالص جميل اهو ده 220 جنيه طبعا مش عايزه اقول لكم على الاسعار عشان ما تتصدموش قوي كده ايه رايكم دي اول حاجه ده بقى عشان ايه كده ب 200 جنيه برضو الاسعار للاسعار اهم حاجه الاسعار بصوا انا ماليش دعوه بالعيال لما العيال يشتري كل واحد حاجه انا اشتري حاجتين ثلاثه اربعه اللي يجي في وشي انا لسه بقول لكم ايه بخش كل محل اتفرج واشوف احلى حاجه وفي الاخر ارجع وراح اخد الحاجه اللي عجبتني فطبعا بما ان انا لقيت كذا حاجه فنصيب ايمن كده يعني حتى احنا داخلين المحل كل ما اخش محل اقول له على فكره انا بستغل ان ايمن معايا فانا عايزه اشتري بما ان ايمن هو اللي هيدفع ايه رايكم بس ده جميل في اللبس طبعا الحاجات دي مش هتبان الا في اللبس فلما هلبسها طبعا هصور بيها فيديوهات كتيره وهتشوفوها تبقى جميله ان شاء الله ايه رايكم حلو قوي ده سعره مش فاكره 180 او 190 يعني حدود وكاتبين كده يافطه طويله عريضه يعني ممنوع الفصال الفصال ايه لا الفصال حاجه حلوه بس يا بلاش منه يعني بص بالبلدي كده ما تفصلوش يعني احنا مش بنعرف نفاصل معاهم ايه رايكم بصوا انا بهتم جدا بنفسي برضو جميل بس برضو عشان الكاميرا مش باينة خالص حلو حلو بتشوفوه في اللبس الحاجة بنشوفها في اللبس غير لما بنشوفها على يعني كده بالشكل يعني جميل بس كده اشتريت شوز حلو برضو عشان ينفع ابيض ابيض ده انا نسيت اقول لكم ده بكام ده ب 200 جنيه بس انا خربت بيت ايمن اليوم ده ايمن كان هيعيط قال لي انا اللي طلعني معاكي انا بحب استغله بصوا جميل كل واحد يشتري حته انا اشتريت ثلاثه اربعه لان مشتري اربعه واحد استنى اوريكم واحد عايزه اقول يعني تقولي لي رايكم انهي احلى حاجه يعني ايه رايكم دي احلى حاجه ولا دي كيف استنوا استنوا عليا ولا دي ولا دي بقى
قولي لي رايكم بقى في الكومنتات، ايه رايكم احلى حاجه بقى؟ تقولي لي احلى حاجه واشيك حاجه. طبعا الشوز، طبعا الحمد لله لقيت حاجه رخيصه، الشوز ب 150 جنيه، يعني سعره حلو، حلو سعره كويس بالنسبه للحاجات الغاليه اللي احنا بنشوفها بقى بره، حاجات بجد ربنا يعين الناس، يعني صعبه بس حاجات حلوه. يلا حبيت بقى اوريكم الحاجات بتاعتنا الحلوه، حبيت اشوف رايكم ايه، هتكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا لي رايكم على الحاجات بتاعتنا حلوه وايه احلى حاجه عجبتكم، ايه رايكم في الاسعار. وطبعا عايزه ما انساش واقول لكم كل سنه وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الايام بخير دايما دايما دايما. اتمنى قبل ما اقفل الفيديو تقولوا لي ايه، قولوا لي ايه، لايك، باي باي.